Hadirin yang berbahagia, inilah Hafizah dengan nomor peserta Haki 429. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد موات يَقُولُونَ إِن أُوتِيتُم هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖۗ أُولَٰئِكَ عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للسحت فإن فإن فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من 我们。 وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وقال موسى فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين كفروا منه ألم يأتكم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك وإنا لفي شك وشك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا فصدونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إن وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا بالبينات فانتقمنا فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين «الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله». فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون وإن كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف او بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، إن رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن. عن حمله ومن

Sunnah Allah Istirahat dulu MC ya. MC kita istirahat dulu. Ya dewan ya, hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Sebelum kita melanjutkan pada peserta selanjutnya, kita berikan kesempatan untuk istirahat salat dan makan selama 30 menit dan kita akan masuk kembali pada pukul 13.30 terima kasih